كيف تفكر خارج الصندوق بطريقة داخل الصندوق؟ بارتون. قررت اليوم وأنا راجع من الشغل أني فاجئ زوجتي بهدية غير متوقعة، وطبعاً بهيك حالي مين إلي غير شركة مجد تكس اللي بتلاقي بفروع على الثلاثة أكبر عدد من الخيارات لكل المعدات المنزلية، من أدوات مطبخ لسجادات وأدوات كهربائية، وبين خيار أني جيب لها طقم الفناجين اللي عطول بتنق عليه، وبين أني جيب لها فازات الكريستال اللي طول عمرها بتحلم فيها، جبت لها أشهر بطاطا. طبعا هي فرحت كتير وطار عقلها وطار قلبها، حتى ضفرة كمان طار وهي عم تقشر البطاطا. وبثواني كنا منطلقين برحلتنا الإسعافية إلى مجموعة السيدة التجارية اللي عندها كل ما تحتاجه السيدات من أظافر وسبلاشات ومستحضرات تجميل بأنواعها كافة. وبعد جولي بالمحل لأكمل ضرب الشهامة داخل الصندوق، كفينا طريقنا على أزياء الجواهر. طبعا ما ضل فستان محلي بعينه، وعلى هاد حلو وهاد أحلى، وأنا كل تفكيري كان بالمدفع اللي رح يضرب بعد شوي بعد عناء الجوع والفتلة والعجقة طول اليوم. بما أن خلصنا على وقت الإفطار، قررنا عرض الشاورما مع بطاطا ب5000 من عند كريزي ميل اللي مستمر لنصف شهر رمضان. طبعا رغم الزحمة والعجقة يدوب انطرنا لحظة، وبدل الساندويشة أكلنا اثنين، حتى جبنا وحدة تالتة بالنص أكلتها لحالها. وبعد هيك وجبة دسمة، شو في أطيب من فنجان قهوة ساخن وسيجار على البحر؟ وبما أنه الدنيا برد والكوفي شوب، ما كان إلنا غير دفا ورواق موقف دارينا، الترند اللي بعمره ما بيخلص. ومن رواق دارينا اتجهنا لأروقة كافيه أبل بالدخل المقابل ثانوية إصفهان. وطالما عم نحكي أبل، فأكيد بدنا نحكي عن معسل الأبلين والأرجيل الطيبة والمادة الاستثنائية اللي فضولي دفعني أسأل عنها، واللي عرفت إن مادة خارطة من شركة كبور. فاتجهنا فورا على سوبر ماركت أبو خلدون لنجيب مادة وحليب وقهوة من كبور. طبعا أبو خلدون ماركت مستحيل تطلب شيء وما تلاقيه عنده، يعني كل ما يحتاجه منزل حرفيا. وعلى كتر الخيارات واللف والحيرة سرقنا الوقت وصار نص ليل، فرجعنا جانا. وطبعا بهيك وقت متاخر مين إلنا غير يومي اللي عطول بتلاقيه فاتح ليل لبيب، ومنيو يومي اللي بتحتار انتو عم تنقي منه. وهيك بيكون خلص نهار رمضاني اعتيادي طويل بطرطوس. نقدر باي محل من المحلات اللي مرينا فيها نتبرع بصناديق مبادره لفته خير اللي بتساهم تامين سلة غذائيه لعائلات فقيره الحال مع جمعيه فضاء. بس لحظه، كانه نسينا شيء. ابنك عاصي وينه؟ ابنك عاصي نسيانين وعند امك. مالنا غير نحكي مكوك يمر يجيب لنا الصبي، كونه اسرع وامان شركه توصيل بطرطوس، وكمان مشارك بالنسبه لصالح المبادره. لفتة خير، مو غلط احيانا نفكر داخل الصندوق.